رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة. مساء الخير عليكم منورنا. مساء الخير شيماء، مساء الخير جميع مشاهدين قناة النادي الاهلي. في البداية كده بقى عايزين نتكلم عن أهم حاجة بتحصل اليومين دول على الساحة الرياضية. نعم. وهي الاختيارات الخاصة بمنتخبنا الوطني أو بالمعسكر المقام لمباراة النيجر إن شاء الله. نعم. هتقام يوم 8 سبتمبر اللي جاي، اختيارات أجيري سواء محليا أو للعيبة المحترفين. نعم. خلينا الأول نبتدي باللعيبة المحلية، وخليني أسألك بصراحة، شايف مين اللي اتظلم بعدم انضمامه للقائمة دي؟ شوفي، طبعا حتة ان مدير فني جديد بيختار قائمة جديدة او القائمة هو بيختارها عشان اول استعداد ليه او مباراة رسمية ليه مع فريق، دايما انا بحبش انتقده. ليه؟ بسيب كل مدير فني يختار اللي هو عايز يختاره عشان بعد كده ما نيجي نحاسبه نقول له حاسبناك، لكن اللي بيتحط ضغط قبليها لحد ما بيبقى فيه بعض المشاكل. طبعا كل لعيب بيبقى في وجهة نظره هو الاحق بالانضمام من وجهه نظر اللاعب نفسه. طبعا كل لاعب شايف جوه قررت نفسه ان انا عملت جهد كبير وان انا النهارده قدمت مستوى كويس جدا مع النادي بتاعي. فانا من حقي ان انا انضم. بصي، هي طبعا عمليه تقييم وعمليه حد ما فيها شويه توازن، بس خلينا نقول ان مفيش حد هو عنده الحق ان هو يقيم نفسه. صحيح. يعني الناس صحيح هي اللي بتقيم، الجمهور، المتخصصين. نعم. النقاد. انت شايف مين اللي كان عليه علامه استفهام كبيره؟ بصي، الاسم الوحيد اللي انا ممكن اقول لك النهارده انا ما فهمش ازاي مش منتخب احمد فتحي. صح. ده احمد فتحي ازاي بنتكلم احنا واحد بنتكلم عن اللاعب الجوكر. بالظبط. اللي بيتحط في اي مكان وبيسد فيه. صحيح. وركيزه من ركائز النادي الاهلي ومنتخب مصر على مدار سنين كتير. لكن حاجه اقول لك تاني، من حق اجيري ان هو يشوف اللاعب اللي هو عايز يختار. ادي مثلا مثال، هو مثلا النهارده خد محمد هاني كباك يمين. طيب قد يكون الراجل عنده مثلا فكر معين انه عايز النهارده يطير محمد هاني طول الماتش ويلعب بثلاثة سيرد باك مثلا، يعني بقول مثلا الله اعلم يعني. بس في الاخر مين اللي هيتحاسب؟ اجيري. سواء كان اجيري هو اللي اختار او حتى الكابتن هاني رمزي. في بعض الاقاويل تقول ان نصائح الكابتن هاني رمزي هي الاكثر من فكر اجيري في اختيار القائمه. في كل الاحوال اجيري هو اللي هيتحاسب. ادي مثلا لاعب تاني، لاعب زي كابتن اسلام عيسى في النادي المصري، واحد النهارده من ابرز اللاعبين في مركز الليفت وينج، وكمان بيلعب على المستوى المحلي وبيلعب على المستوى القاري مع فرقته ومقدم مستوى كويس جدا، بس هو ما ضموش. في الاخر وجهه نظر المدير الفني دلوقتي انا احترمها تماما. اوكي، انت شايل مسؤوليه، لكن بعد الماتش اديكي مثال بسيط. لو مثلا اللاعب ايا كان الاسم اللي هيلعب في مركز الباك اليمين حصل له اي مشكله، كل الجمهور وكل النقاد وكل المحللين هيعملوا ايه؟ انت ما خدتش احمد فتحي ليه؟ صحيح، دي مشكلتك. صحيح. حتى لو كانت ساعتها اللاعب ما قصرش مثلا، لكن في الاخر المدير الفني هيتحاسب على كل الاسامي اللي هو اختارها. وانا شايف ان هو لازم يعني ايه يتاح له كل الحريه الكامله عشان ينفذ الفكر اللي هو عايز ينفذه، سواء كان فكر مخالف لهيكتور كوبر او فكر موازي ليه او مشابه ليه ايا كان الفكر، ولكن نستنى الماتش النيجر نشوف هو هيعمل ايه وبعد الماتش نقيم. طيب بغض النظر بقى عن احمد فتحي، مين لعيبه تاني مثلا؟ خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. كنت شايف ان هم احق بالانضمام لقائمه المعسكر؟ انا اشوف في الوقت الحالي لعيب زي وليد سليمان كان مهم. صحيح. جدا هو يتواجد. ليه؟ من مثلا عنصر الخبره مهم جدا في الوقت الحالي، خصوصا ان انت بتحاول تنزل بيه السن بتاع المنتخب. يعني احنا طبعا في ماتش السعوديه اعتقد كان متوسط العمر بتاعنا 30 سنه و6 شهور. احنا القائمه الحاليه اعتقد 25 سنه وشويه. فطبعا اوكي، ده شيء جيد جدا، ولكن السؤال هل انت عملت حساب ان انت يكونش معاك عناصر خبره كويسه في المباراه؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه. صحيح. احنا دايما مشاكلنا في تصفيات افريقيا مع الفرق الصغيره، ومش عايزين ننسى ان احنا خسرانين الجوله الاولى قدام تونس 1-0. صحيح. فاحنا ما عندناش حل بديل عن الفوز. صحيح. قدام النيجر. صحيح. طبعا احنا الحمد لله استفدنا من حته يعني القرعه او النظام بتاع التصفيات اتغير عشان يأهل الاول والثاني بدل النظام الاول ما كنا بنختار احسن 2 ثواني، وبقى الامر اسهل شويه، ولكن مش عايزين ندخل نفسنا في حزب برما بدري. فاتمنى ان هو يكون شايف الحته دي. بس انا اشوف برضو يعني لا، اسم زي وليد سليمان كنت اشوف ان هو يعني قد يكون ممكن كان جدير بالانضمام. صحيح. لكن تاني بقى بعيد عليها، مش عايزين نحط اي نوع من انواع الضغوط على اختيارات الجهاز الفني. خلاص هو اختار اللي اختاره. هو اختار اللي اختاره. فخلينا نكمل، وبعد المباراه كل واحد يتحمل نتيجه قراراته. طيب خليني بقى اسالك بعيدا عن النادي الاهلي. نعم. هسالك على كم مركز كده، تقول لي مين اللي كان من وجهه نظرك كان المفروض. نعم. ان هو ينضم وما اخدش فرصه؟ حراسه المرمى.
ممكن هشوف محمد عبد المنصف وهو فعلا راجل زعلان، بس هقول تاني عبد المنصف حقه، عنده حق وما عندوش حق. عنده حق ان تم تطبيق نفس النظريه دي مع عصام الحضري في المونديال، وكان عصام الحضري ساعتها اكبر منه بخمس سنين. ولكن طبعا انا هاجي اقول الحق بيقول ايه. الحق بيقول ان انا النهارده ما اقدرش اعتمد على حراسه في حراسه المرمى على حارس سنه كبير. انا عندي محمد الشناوي وعندي محمد عواد وحتى جنش، بس تاني بركز على محمد الشناوي ومحمد عواد عشان هما الاثنين دول اعتقد قدامهم سنوات كتيره ان انا اعد فيهم واجهزهم عشان يشيلوا المسؤوليه دي لسنوات كتيره. خصوصا كمان مش ننسى ان محمد عواد تم ظلمه ظلم شديد جدا السنه اللي فاتت، خصوصا في قائمه المونديال. محمد عواد كان من احسن الحراس في مصر السنه اللي فاتت ولم يتم اختياره. صحيح. بس حاجه اشوف تاني عبد المنصف لحد ما عنده بعض المنطق في كلامه، بس للاسف هو يعني مجبر ان هو يتحمل القرار ده عشان في اتنين صغيرين لازم ياخدوا مشوار. حقيقي. طب بالنسبه لراس الحربه، رؤوس الحربة طبعا احنا يعني اعتقد لا جيل واخد اربعه، اعتقد واخد اربعه رؤوس حربة على خلاف هيكتور كوبر كان واخد واحد بس في المونديال، مع اختلاف طبعا يعني استغلال محمد صلاح كراس حربة بدل من رايت وينج. بس اشوف يعني القائمه حاليا فيها معظم اللعيبه السترايكرز، يعني واخد احمد جمعه، واخد وطبعا صلاح محسن واحد من الامانه. صلاح محسن يعني بتوالي مباريات الدوليه مع النادي الاهلي في افريقيا ومع منتخب مصر، انا اعتقد صلاح محسن هيبقى يعني حاجه بديله لعماد متعب في قمته وحاجه بديله لكابتن حسام حسن في قمته لما كان صغير. طيب نروح بقى للعيبه المحترفين. نعم. اللي تم ضمهم لقائمه منتخبنا الوطني. اول تقريبا هو اخذ كل المحترفين، هو ساب حد؟ لا ما اعتقدش، لا لا اخذ المعظم اعتقد. اخذ المعظم. نعم. شايف ان هم يستحقوا كل الاسامي دي؟ هنتكلم مثلا ان هي تكون موجوده. خلينا نتكلم مثلا على اسم زي علي غزال. الاسم مثلاً اللي فيه يعني جدل كبير، او طبعا علي غزال كان منضم اولا مع كابتن شوقي غريب ايام. صحيح. كان موجود وحصل بعض الاخطاء ساعتها وتم استبعاده وبعد عن الفريق، خصوصا ان علي غزال كان بيلعب في مركزين، مركز الهاف ديفندر ومركز المساك. هو كان بيلعب مع كابتن شوقي غريب كان بيستغله في مركز المساك. خلينا اجيري قال كلمه مهمه في احد المؤتمرات الصحفيه، قال مفيش لعيب انضم للمنتخب انا ما شفتوش. دي كلمته، وهو يتحمل مسؤوليتها. وبالتالي انا بشوف مثلا علي غزال قد يكون هو بيلعب في الدوري الكندي ولعب يعني مسافه يعني فتره طويله ما احنا ما شفناهوش ما تابعناهوش زي مثلا اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا. بس اشوف ان هو من حقه طالما الفرصه جات له ان احنا نسيبه يعني يستغل الفرصه دي، خصوصا ان احنا برده عندنا بعض اللاعبين اللي مستواهم الى حد ما قل، خصوصا في مركز السيرد باك. يعني في لعيبه كتيره حتى في يعني حد النادي الاهلي برضه كان في بعض الاخطاء من سعد سمير في اخر مباريات، كان في بعض المشاكل. خلينا كل لعيب عنده فرصه ان هو بتجيله، طبعا من حقه ان هو يستغلها، ومن حقه ان هو لو عنده خطا قبل كده جات له فرصه ان هو يصححها ويوري الجماهير يعني صورته بشكل جديد. يمكن النهارده يحسن الصوره اللي كنا شفناها مع الكابتن شوقي غريب من حوالي 3 سنين. أكيد. طيب احنا من امبارح للنهارده حاطين سؤال للجمهور. نعم. شايفين مين اللي اتظلم او كان يستحق ان هو يكون متواجد مع المنتخب الوطني الاول؟ تعالى نبتدي. نعم. نشوف اجابات الجمهور. طبعا احنا بنتكلم عن لعيبه النادي الاهلي، مين في النادي الاهلي مين في النادي الاهلي كنتوا شايفين ان هو كان لازم يكون موجود في قائمه معسكر منتخبنا الوطني الاول؟ طيب احمد اسماعيل من على الفيسبوك بعد بيقول لنا وليد سليمان وعمرو السليه من افضل لعيبه النادي الاهلي والدوري المصري، ما جابش سيره فتحي اهو. جمال فضل بيقول السليه وليد سليمان وقلب الاسد فتحي. كابو الاهلاوي بيقول وليد سليمان والسليه اكتر لعيبه اتظلموا مع المنتخب، ومش شايف حد اكفأ من الاثنين دول، ودول عايشين احلى فتراتهم مع النادي الاهلي حاليا وبيلعبوا لعب ايجابي على الجول. احمد حماده بيقول وليد سليمان واحمد فتحي اساتذه الكوره المصريه والعربيه والأفريقية. علي محمد بيقول وليد سليمان أفضل بديل لمحمد صلاح وأكتر من ظلم في اختيارات المنتخب. محمد رافض بيقول وليد سليمان كان يستحق أن هو ينضم للمنتخب لأن وليد سليمان لاعب يمتلك المهارة والحلول ويرى الملعب بشكل جيد، كنت أتمنى أن هو ينضم للمنتخب الحاوي. أبو محمد بيقول من وجهة نظري أحمد فتحي والسلية ووليد سليمان. آية الأهلاوية بتقول وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي والسلية. محمد حسام بيقول أحمد فتحي ده ظلم كبير،
ان هو ما ينضمش مش عشان باك رايت، لا فتحي جوكر يعني بيكون موجود عشان يلعب باك ومساك وخط نص. عبده كمان بيقول احمد فتحي سليه عاشور ووليد سليمان، وليد سليمان وسليه وفتحي عن عدم ضمهم اعتقد انه من الفزلكه الكرويه والتاتش المصري المساعد للمدير الفني. جاسم الشرقاوي بيقول كان ولا بد انضمام وليد سليمان لان هو اتظلم من الاداره الفنيه الفاشله السابقه للمنتخب، وطبعا القلب النابض لمصر الرياضيه احمد فتحي، ويا سلام لو مش في اصابه للسليه. خالد صقر كمان بيقول بشكرك جدا كلك ذوق، ازاي المنتخب من غير قائد زي احمد فتحي وبعد اداء وليد سليمان ازاي ما ينضمش عمرو او عمر معتصم بيقول اكرامي رحمه صلاح قالت وليد سليمان يلعب على اي جناح في مصر. طيب اغلب بقى الجمهور طبعا متفقين احمد فتحي وليد سليمان والسوليه. يا صحيح بص السولية يعني اسم خلينا برضه نتكلم عنه، السولية واحد من امهر اللعيبه في خط الوسط في مصر بيسلموا كوره، يعني ممكن تلاقي لعيبه كتيره عندها قوه بدنيه وعندها حركه كتيره في وسط الملعب، لكن الحته دي بتنقصهم حته ان عندي مهاره تسليم الكوره، فدي عند عمرو كبيره جدا. بس انا بشوف ان هو عمرو بينقص بس نقطه واحده، حته الورك ريت او ان انا النهارده كميه او يعني المساحه الكبيره في الملعب اللي انا بغطيها دي ممكن اعتقد دي بتبقى مشكله ليه مع بعض المدربين اللي بيحبوا اللعيب يتحرك كتير في نص الملعب. يعني خليني مثلا امثل عمرو السولية لحد ما هو شبه توني كروس، يعني توني كروس صحيح لعيب في ريال مدريد كورته عاليه جدا وتسديداته حلوه جدا، لكن المساحه اللي بيغطيها في نص الملعب قليله، مش زي مثلا كازيميرو، مش زي مثلا ناين جولان، مش زي مثلا طارق حامد. يعني في بعض المدربين الفنيين بيحبوا اللعيب اللي عنده الورك ريت عالي، عنده طاقه ان هو يجري كتير يغطي كتير في مساله الضغط، خصوصا طبعا في مساله الدفاع. صحيح. لان الارتداد نقطه مهمه عند لعيب خط الوسط، لان انا بهاجم ارتد عليا هجمه مرتده، لازم اللعيب خط الوسط يكون عنده سرعه قويه جدا ان انا ارتد من الشق الهجومي للشق الدفاعي في اسرع وقت عشان النهارده امنع الهجمه المرتده. صحيح. طيب سريعا برضو نروح تاني لتفاعل الجمهور مع السؤال بتاعنا النهارده. سؤالنا النهارده كان بيقول مين اللاعب اللي في النادي الاهلي شايف ان هو اتظلم بعدم انضمامه لمعسكر منتخبنا الوطني الاول لملقاه ان شاء الله نيجر يوم 8 سبتمبر القادم. هنبتدي مع زينب سيد بقى من على تويتر بتقول وليد سليمان واحمد فتحي، كريم مازن بيقول فتحي، وفاء محمد بتقول سعد وفتحي ووليد، علا ده بتقول وليد سليمان، محمود احمد بيقول سعد سمير وليد سليمان، فاروق عماره بيقول انا شايف احمد فتحي قلب الاسد كان لازم يكون موجود، محمد عربي بيقول وليد سليمان واحمد فتحي وناصر ماهر والسوليه وعاشور، ايمن بيقول سعد سمير حسام عاشور وليد سليمان واحمد فتحي، زيزو بيقول وليد سليمان ومحارب، مؤمن او محمد مؤمن بيقول اكيد السوليه وليد سليمان عشان ادائهم اللي دايما في ارتفاع، ياسمين ابراهيم بتقول السوليه وعاشور، احمد زيكا بيقول احمد فتحي، سمسم الاهلاوي بيقول كالمعتاد كل مره صوتنا بيتنبح وليد سليمان، محمود عالم الدين بيقول وليد سليمان، وابو تيفا بيقول وليد سليمان الحاوي. دي كانت بعض الاراء اللي جات لنا على تويتر. عايزه بقى ارجع معاك برضو لورا شويه، نروح للانستجرام، عايزين نروح للانستجرام الاول. طيب نروح كمان بسرعة للإنستجرام ونشوف آخر الإجابات اللي جات لنا عن طريق الإنستجرام. محمد سعود بيقول وليد والسولية وناصر وفتحي وعاشور، بلال بيقول الدينامو وليد سليمان وعمرو سولية بعد شفاءه إن شاء الله، محمد شريف بيقول السولية بس ربنا يشفيه وأحمد فتحي وعاشور، محمود إبراهيم بيقول وليد سليمان عمرو السولية كمان، ونور مكا بتقول كل الفريق مفروض يروح المنتخب. نور جابت من الآخر راحت دماغها عشان ما تزعلش حد. طيب نرجع ورا بقى شوية واختيار أجيري لقيادة منتخبنا الوطني الأول برغم الأقاويل والكلام والقضايا اللي حواليه، هل شايف ان اختيار اجيري كان اختيار موفق ومناسب لمنتخبنا الوطني الاول؟ شوفي طبعا السي في بتاع اجيري مش قليل امانه، يعني راجل ليه تجربات كتيره جدا في المنطقه العربيه وحتى مع المنتخب المكسيكي، يعني عمل معاهم نتائج مميزه جدا. طبعا هي كانت المشكله عنده في موضوع القضايا والتلاعب والمراهنات وهو نفاها. نفس الامر اعتقد عند لافولبي المدير الفني الحالي لنادي بيراميدز، نفس المشاكل، يعني في مديرين فنيين بيبقى عندهم بعض المشاكل بيروحوا يشتغلوا بره لحين الانتهاء من المشاكل دي. في البعض بيشوف ان هي مشاكل وقتيه بتخلص، لكن طبعا يعني خلينا نقول ان اجيري لو الموضوع ده اتفتح
يعني من اول وجديد وحصل فيه اي ابديت وهو ماسك منتخب مصر يبقى في مشكله على الاختيار، خصوصا طبعا كان في انقسام صحيح في اتحاد الكوره، اتحاد الكوره على اجري نفسه. لكن طبعا اعتقد المهندس هاني ابو ريده هو اللي كان هو اللي حسب متولي الملف وهو اللي خد القرار. وتاني زي ما قلت لك مثلا على موضوع اختيار اجري للقائمه، تاني اتحاد الكوره هو خد قرار، اللي وافق واللي ما وافقش هيتحمله صحيح نتيجه الاختيار. وخصوصا احنا بنتكلم في يعني نقول حاجه بصراحه يا شيما، الماتش الجاي ده ماتش حاسم، ماتش مصيري، ان احنا نتحمل نتحمل فيه سقوط خالص. فاذا حصل اي نتيجه سلبيه هتلاقي كل الملفات دي اتفتحت، كله اتفتح، وساعتها لازم اللي خد القرار يبقى عنده مبررات قويه عشان يعني يسند بيها الموقف ساعتها، يعني سواء اللي اخذ القرار بقى في اختيار القائمه المحليه وقائمه المحترفين ولا اللي اخذ القرار اصلا في اختيار اجاري نفسه. طيب خلينا بقى بما اننا بنتكلم عن المنتخب الوطني الاول، المشكله طبعا اللي اثيرت في الايام اللي فاتت محمد صلاح ومنتخبنا الوطني الاول واتحاد الكوره والازمه اللي حصلت، وكان في ردود غير مقنعه يعني. خلينا نروح للمشكله دي. ابتدت ان كان في تجاهل من قبل اتحاد الكوره ان هم يردوا على رسائل وكيل اعمال محمد صلاح في نفس الوقت اللي هم كان عندهم في وقت ان هم يستقبلوا طلبات من الفنانات ان هم يمسكوا الاداره لمنتخبنا الوطني الاول. يعني كان الاتحاد عنده وقت ما فيش مشكله يقابل فنانه ياخد منها شويه اوراق كده، انا عايز اقدم على منصب عندكم في المنتخب، ففي وقت ما فيش مشكله. لكن ما كانش في وقت برضو ان هم يردوا على رسائل رامي عباس مدير اعمال محمد صلاح، واللي طبعا بسببه تم استفزاز اللاعب واتكلم وطلع قال في الفيسبوك انا ما حدش بيرد عليا، انا عايز واحد واثنين وثلاثه. هل في البدايه شفت اي مبالغه في طلبات محمد صلاح؟ مطالب مثال في الخطاب؟ لا خالص خالص تماما، مفيش ولا مطلب طلب محمد صلاح مبالغ. بس خلينا بس نتفق على مبدا، احنا اول مره في حياتنا يبقى عندنا نوعيه من اللاعبين دي. صحيح، يعني اول مره يكون عندنا محمد صلاح. محمد صلاح خدنا لكاتيجوري احنا عمرنا ما رحنا له، خدنا الفئه عمرنا ما سمعنا عنها ولا تعاملنا معاها ولا عشناها. احنا بنسمع الكلام ده في بره بس، على الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الارجنتيني، المنتخبات الكبيره بس، لكن ما نسمعش ان احنا عندنا لعيب من الفئه الف في العالم عندنا. تمام؟ صحيح. طيب ما دام اتفقنا على المبدا ده يبقى نمشي بقى الخطوه قدام. العيشه بتاعه اللاعبين دي مختلفه تماما عن عيشه اللعيب اللي بيتلعب بس بيلعب في الاهلي او الزمالك في مصر. صحيح تماما. صحيح. ليه؟ حتى محمد صلاح لو هو مش عايز العيشه دي هو مجبر عليها. محمد صلاح لو مش عايز معلش خليني انا عايز اقول لك عايز اقول لك على حاجه بس خلينا واقعيين. لو اي فنان او فنانه حد طلع اصلا في دور في ثلاث حلقات في مسلسل بيدخل بيبقى معاه حراسه في اي مكان. تمام. ازاي واحد زي محمد صلاح ما تبقاش حاجه بديهيه جدا ان هو يكون عليه حراسه طول الوقت؟ لا متفق معاك. انا بس برد على حته ايه، ان في البعض قال ان مطالب محمد صلاح فيها الكثير من الرفاهيه. فانا بقول لك محمد صلاح نفسه لو رافض، لو هو جوه قرارات نفسه شايف ان الحياه دي حياه رفاهيه هو مجبر عليها، طالما انت هتلعب في نادي زي ليفربول والتارجت ان فيها اي اصلا ان انت عايز تنافس على جايزه افضل لاعب في اوروبا. بس الموضوع ما كانش فيه رفاهيه، كان بس امن وحراسه مثلا. لا انا بلدي بس عشان ايه نقفل كل الكلام اللي بيقول ان محمد صلاح او طلبات المحامي كانت فيها رفاهيه. لا، محمد واضح ان في مشكله شخصيه بدات مع رامي عباس من قبل المونديال، من ساعه ما تدخل في موضوع الحقوق الاعلانيه. يعني خلينا نجيب المشكله من اخرها. المشكله كلها في فلوس الاعلانات. اتحاد الكوره بيستخدم صور اللاعبين عشان الاعلانات بتاعته. ليه بقيه اللعيبه ما بيتكلموش في الموضوع ده؟ عشان اعتقد يا شيما في فروقات في المبالغ الماديه. يعني مثلا القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان طالما اللاعب انضم للمنتخب يبقى لازم يتم استغلاله اعلانيا مع مجموعه، ما يتمش استغلاله بمفرده. يعني ما ينفعش اتحاد الكوره يجيب محمد صلاح صورته ويبيعها لوحده، ده غلط. هنا انت بتعمل مشكله للعيبه وللعيب ده وللعلامات التجاريه اللي هو متعاقد معاها. صحيح. لكن انت ممكن تستغل صوره محمد صلاح مع مجموعه من اربع لعيبه او خمس لعيبه حسب بيكون الاتفاق مع الوكيل، وتاني على حسب الاتفاق ما بين المقابل المادي اللي ممكن اللعيب ده ياخده. يعني مثلا لو الصوره دي فيها ست لاعبين، ثلاثة محليين وثلاثة محترفين. اعتقد محمد صلاح اكتر لعيب من الستة هياخد ممكن مثلا مقابل مادي. صحيح. مثلا يعني. صحيح. مثلا فده بيجي بايه؟ بالاتفاق مع الوكيل. الواضح ان اتحاد الكورة من ساعة المشكلة بتاعت الطيارة الشهيرة اللي قبل المونديال تم الحل فيها ماسك العصاية من النص. شيلنا الصورة وخلاص بقى ايه، نقعد ساكتين لغاية لما يجي المونديال ونعدي الليلة دي على خير. اللي حصل ان المشاكل بدأت تزيد
وبدا يكون في بعض التصرفات الاستفزازيه اللي حصلت اللي محمد صلاح نفسه نفاها، عشان برضه نكون صراحه. محمد جه عشان استقرار المنتخب في روسيا، نفى ان في مشاكل. صحيح. لكن لما جه اتكلم فعلا وقال احنا كويسين جدا ومفيش عندنا اي مشاكل، لكن لما جه اتكلم دلوقتي قال لا ده في مشكله حصلت لي على المستوى الشخصي لما كنت رايح اتسحر مع زمايلي والامن منعني، ولا عارف اكل ولا عارف اتسحر ولا عارف افطر ولا عارف اقعد في اوضتي، الناس بتخبط عليا الساعه 4 الفجر ياخدوا صوره. بالظبط. فواضح ان كان في مشاكل لم يتم التطرق ليها ساعه المونديال، وبانت في احتفال محمد صلاح بهدفه في السعوديه لما محمد رفض الاحتفال وكان واضح ان هو متضايق، ساعتها بدات المشكله تطلع. لما خلصنا المونديال واضح ان رامي عباس وكيل محمد خد قرار ان التجربه اللي مروا بيها في المونديال مش هتتكرر تاني. خلاص العيشه دي مش هنعيشها تاني، ولازم نحط قواعد من 1 2 3 4 عشان نمشي عليها. واضح ان اتحاد الكوره عمل نفس الاسلوب اللي عمله قبل المونديال عمله بعد المونديال وما ردش على الجواب. ولكن هنا لازم ناخد على رامي عباس حاجه واحده هو غلطها. ايه هي؟ طلب الاستقاله. برافو عليك. ان انت هنا تطرقت لامر انت مالكش دعوه بيه. انت حقوقك ممكن تصل لدرجه انك تهدد بعدم انضمام محمد صلاح للمنتخب، وممكن كمان توصل الموضوع ان محمد صلاح هيعتزل اللعب الدولي، ده حقك. صحيح. لكن مش من حقك انك تقول ان انا النهارده هعمل حمله على اتحاد الكوره واستغل فيها شعبيه محمد صلاح على تويتر وعلى السوشيال ميديا عشان اجبر اتحاد الكوره على الاستقاله، دي مش بتاعتك. صحيح. مش لازم تصرح، انت ممكن تعمل كده على طول من غير ما تصرح. بس الحق بيقول انها مش بتاعتك. مش صحيح. بتاعتك دي حاجه خارج نطاق الحق بتاعك. انا بشوف هو بس دي الغلطه الوحيده، لكن كل طلبات محمد صلاح طلبها منطقيه تماما ولازم تتعمل. والنهارده شيء جيد لاتحاد الكوره انه يخلي اللعيبه كلها بتاعت المنتخب تعيش نفس التجربه بتاعت محمد صلاح، نتعلم الاحترافيه. ايه المشكله؟ بالظبط. ده شيء كويس جدا وما اعتقدش في مشكله. وحتى الكابتن حازم امام شفنا برده اثبت ان في اختلاف جوه اتحاد الكوره، وطلع قال لا طلبات محمد منطقيه وصحيحه، في حين مثلا الكابتن مجدي عبد الغني يعني شطح تماما في رده على محمد صلاح في احد يعني في كذا مداخله انا سمعتها. ووصل الامر ان هو حتى اتهم محمد ان هو بيتدخل لاختيارات بعض اللاعبين. يعني بصي مش عايز اودي الموضوع للشخصنه. محمد ليه طلبات، في مشكله مع رامي عباس كده وكده. اختيار رامي عباس ده اختيار محمد صلاح، هو يعني حر. رامي عباس موجود يعني في اجبار على التعامل معاه. طبعا هتتعامل معاه طالما هو بيشتغل مع محمد صلاح. امتى مش هتشتغل مع رامي عباس؟ لما يوم محمد صلاح يقرر ان هو ما يشتغلش. برافو عليك. بس غير كده احنا عايزين الموضوع ما يبقاش فيه اي شخصنه. لازم يكون في تنظيم وترتيب واتفاق. انا اتفقت معاك بكلمه هنعمل كذا كذا خلاص ونكمل. كريم نطلع دلوقتي الفاصل. نعم. سريع ونرجع نكمل بقى معاك مناقشتنا عن منتخبنا الوطني الاول وعن ازمه محمد صلاح إن شاء الله. لكن بعد الفاصل خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ولسه معانا طبعا استاذ كريم سعيد مدير تحرير موقع يلا كوره، منورنا مره ثانيه. طيب عايز اقول لكم بس ان منذ قليل كان في اهلي مدينه نصر في مباراه ما بين شباب الاهلي 97 والاسماعيلي 97 في بطوله الجمهوريه، وفاز فيها النادي الاهلي 5-1 على الاسماعيلي 97. معانا دلوقتي زميلنا فاروق صلاح يقول لنا تفاصيل اكتر عن اللقاء. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور استاذه شيماء، ازي حضرتك واخبار كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. النهارده كانت بدايه بطوله الجمهوريه للشباب. فريق النادي الاهلي كان الاسبوع الاول في مواجهه مع نادي الاسماعيلي. الشوط الاول انتهى بخطوات النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. خلينا في البدايه احنا نشيد الكابتن عادل عبد الرحمن والحاله الجاهزيه الفنيه اللي كان عليها لاعبي النادي الاهلي. لقاء تفيدوا الاهلي تماما بدايه اللقاء لنهايه اللقاء. قدر النادي الاهلي في الشوط الاول ان هو ينهي اللقاء بهدفين مقابل لا شيء. في الشوط الاول تفيدوا الاهلي تماما. الشوط الثاني نزل النادي الاسماعيلي بحماس ان هو يحاول يقلل النتيجه شويه. قدر ان هو يحرز هدف قربت النتيجه 2-1 سريعا. كابتن عادل عبد الرحمن قدر ان هو برضه ينظم الامور شويه، عمل تبديلين قدر من خلالهم ان هو يحرز هدف ثالث وهدف رابع وهدف خامس للنادي الاهلي. يعني كانت نتيجه اللقاء من الممكن تنتهي باكثر من 5 اهداف. اهداف اظهرها لاعب النادي الاهلي. لكن نقول النهارده مستقبل النادي الاهلي بالنسبه لفريق الشباب، العناصر النهارده اللي كانت انضمت مؤخرا سواء مصطفى البدري، يوسف الجبالي،
مع العناصر اللي تم ضمها من فريق 2000 كامثال الحارس مصطفى شوبير اللي ادى النهارده لقاء اكثر من رائع، وهيكون مستقبل لحراسه المرمى في النادي الاهلي ايضا من المدافع محمد عبد المنعم وفرماوي. انا مش عايز استثني حد من لاعبي النادي الاهلي، لكن زي ما قلت لحضرتك لقاء جيد واكثر من رائع من لاعبي النادي الاهلي. فاروق، مين اللي احرز اهداف النهارده؟ الهدف الاول احرزه اللاعب هشام شعبان، وكان في الدقيقه 27 من شوط اللقاء الاول. ثم اللاعب يوسف علاء احرز هدف في الدقيقه 41، كانوا هدفين في شوط اللقاء الاول. ثم اسماعيلي احرز هدف في اول 10 دقائق في شوط اللقاء الثاني عن طريق اللاعب محمود علاء. رجع النادي كان النادي مره ثانيه احرز هدف ثالث عن طريق يوسف علاء. ثم احرز يوسف الجبالي هدف للنادي الاهلي، واخيرا اللاعب مصطفى البدري احرز الهدف الخامس للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك اللعيبه والعناصر الجديده اللي قدر النادي الاهلي يضمها الفتره الاخيره، تالق من يوسف الجبالي، تالق من مصطفى البدري، ايضا العناصر اللي تم تصعيدها من فريق 2001 ومن فريق ال 2000. زي ما قلت لحضرتك الكابتن عادل عبد الرحمن بيحاول يجهز فريق امل النادي الاهلي، وهو كان فعلا معانا من يومين كان بيتكلم عن تجهيزاته لفريق الشباب عشان يكون ماشي بشكل موازي مع فريق الكرة الأول في النادي الأهلي. بشكرك جدا فاروق صلاح زميلنا من نادي الأهلي مدينة نصر من مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-7 97 دي بطولة الجمهورية. أحرز الأهداف زي ما قال لنا هشام شعبان، يوسف علاء، يوسف جبالي، ومصطفى البدري. كل التوفيق طبعا لشباب النادي الاهلي. ونرجع مره ثانيه معاك يا كريم ونتكلم بقى عن اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي اللي هيتم ان شاء الله التصويت عليها يوم 27 سبتمبر الحالي. اتكلمنا بقى عن اللائحه. شوف طبعا موضوع اللائحه ده موضوع مهم جدا وموضوع خطر جدا. ليه؟ ان احنا طبعا في خلال السنين الاخيره وضح اهميه اللوائح الداخليه للانديه. صحيح. عشان خصوصا شركه الكوره، يعني خلينا نبقى واضحين جدا ايه خطوره اللائحه لاي نادي في الوقت الحالي. هي شركه الكوره. شركه الكوره احنا طبعا عارفين ان شركات الكوره حاليا في اتجاهها للاستثمار، يعني لازم النهارده كل نادي يبقى عنده شركه خاصه باداره منفصله لحد ما عن اداره النادي. تقدر تدير الشركه دي يبقى ليها ارباح وليها خسائر وليها ميزانيه خاصه شويه. طيب. صحيح. احنا في مصر الانديه خصوصا الانديه الشعبيه هي ملك للدوله. عشان نعمل بقى التحول من أندية شعبية تملكها الدولة لأندية عندها شركات خاصة، إزاي نعمل ده؟ بعض الأقاويل والأقاويل الخاطئة، الخاطئة اللي بتقول للناس عشان نعمل شركات خاصة ناخد المثل الأوروبي، لازم النهاردة يبقى الشركات دي متباعة وفيها استثمار ونبيع لأي ندخل مستثمرين وإلى آخره. الشكل إيه؟ يعني النهاردة النادي الأهلي عنده جمعية عمومية حالا، وكل النهارده عضو في الجمعيه العموميه دي دفع مبلغ كبير عشان يشترك في النادي. بنيجي النهارده نقول له والله بقى تخلى انت عن الشركه دي عشان النهارده هنبيعها لمستثمر عشان نعمل زي اوروبا. لا، طب تعالى نجيب امثله من اوروبا. في انجلترا هم خدوا المثل بتاع النهارده تبقى الانديه كلها ملك للمستثمرين، يعني النهارده تشيلسي ابراموفيتش دخل اشترى 100% من النادي وله الحق ان هو يدير النادي ده تماما كامله. مانشستر يونايتد نفتكر كده من حوالي 10 سنين او 15 سنه جماهيره عملت مسيره في مدينه مانشستر اعتراضا على بيعه للمستثمرين الامريكيين اللي هم ماسكينه دلوقتي، وفي الاخر ردخل الامر ليه؟ ده القانون الانجليزي بيسمح بهذا. طيب هل نفس المثل ده في اسبانيا؟ لا. برشلونه وريال مدريد اثنين من اكبر الانديه في العالم عندهم جمعيات عموميه وعندهم انتخابات. صحيح. وحافظوا على ملكيه النادي للبلد، يبقى الهويه ما تروحش. يعني النهارده مثلا ابراموفيتش عايز يبيع تشيلسي، تشيلسي بكره اتباع، ممكن النهارده اي مستثمر جديد ما يهتمش بيه، ينزل رياضه ثانيه زي انديه كتيره في انجلترا كان اساميها كبيره. وطبعا بتطور الامور الاستثماريه بدات تعجز عن المعيشه وانها تقدر تصرف زي بقيه الانديه، فبدات النهارده تهبط للدرجات الادنى. طيب النادي الاهلي كان عنده السنه فاتت لو نفتكر كده مثلا في المجلس السابق كان في ماده الماده العشرة دي كانت واحده من اخطر المواد اللي كانت محطوطه ولم يتم شرحها بشكل جيد لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي والجماهير الاهلي. طيب الماده دي كانت سايبه موضوع الشركه نسبه الامتلاك فيها مفتوحه، يعني النهارده بكره يجي سين من الناس حابب يستثمر في شركه النادي الاهلي يقدر ياخد 51%. طيب اللي معاه 51% يبقى معاه ايه؟ مع الاداره. مع الاداره. صحيح. طيب انا كجمعيه عموميه اقدر اقلب عليه؟ لا. اقدر احاسبه؟ لا ما اقدرش. فانا بشوف دي كانت احد الاكبر المشاكل في اللائحه السابقه
دي النادي الاهلي، وطبعا بعد كده النادي الاهلي طبعا مش على الاسترشاديه، وبنحط اللائحه الجديده. انا اعتقد دي اهم نقطه تم حلها النقطه دي، بين تحط بند نسبه 66% للنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي يبقى ليه نسبه 66% واي مستثمر خارجي من الجمهور من المستثمرين حابب يخش ياخد ال 34% الباقي. فده شيء جاي في بعض المواد. انا قريت اللائحه، في بعض المواد طبعا محتاجه مراجعه للامانه، زي المواد الخاصه ب يعني في بعض المواد بتطلب مؤهل متوسط. اعتقد النادي الاهلي يعني الاسم الكبير، اعتقد اي منصب فيه يحتاج مؤهل اكبر من مؤهل متوسط. واعتقد يعني الاداره مشكورا تراجعت عن الماده دي. في ماده اخرى برضو اعتقد خاصه ب يعني الزوجات المطلقات او الارامل، اللي هي اللي بتجبرهم ان هم يدفعوا نص العضويه تقريبا بعد وفاه الزوج. واعتقد برضو دي تم التراجع عنها. واعتقد يعني في النادي الاهلي مشكورا يعني سمع الملاحظات لاعضاء الجمعيه العموميه وتم حلها. لكن لازم لازم دايما اي نادي شعبي في مصر، بتكلم عن الانديه التالية، النادي الاهلي، نادي الزمالك، الاتحاد المصري، المحله، اي نادي شعبي لازم تخلي بالك من اي ماده عندك خاصه بشركات الكوره في الوقت الحالي، لان معظم رجال الاعمال عايزين ياخدوا الاسم الكبير عندك هيبقى ببلاش. لان ببساطه هدي مثلا بسيط، انا اسف انا طولت يعني، بس عشان هو موضوع مهم. النهارده شركه الكوره في النادي الاهلي تمنها كام؟ تمنها كام؟ مين يقدر يتمنها؟ صحيح. طب حد يجي يقول لي اوكي انتوا عايزين تمن كبير 10 مليار. هندفع 10 مليار. طب ما انا لما هسمعك بتقول 10 مليار هقول لك انا عايز 100 مليار. لو وافقت هقول لك عايز تريليون. يعني فاهم قصدي؟ ايه الفيصل بينا عشان نتمن هذا الامر؟ مفيش. يبقى الصح ان دايما فريق الكوره يتساب ملكيته للجمهور. صحيح. جمهور نادي الزمالك، الفريق الكوره ده ملكك. جمهور النادي الاهلي، فريق الكوره دي ملكك، وهكذا. واي مستثمر يخش ياخد النسبه اللي عايز ياخدها، ولكن لا تتعدى ابدا 50%. صحيح. شكرا ليك كريم سعيد مدير تحرير موقع الكوره، نورتنا النهارده. ميرسي جدا. كويس عليكم. بشكركم جدا طبعا على حسن متابعتنا. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم ان شاء الله.